السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ المرة دي احنا هنتكلم عن الجواز في اندونيسيا وشروط الزواج والاوراق المطلوبة. علشان تتجوز في اندونيسيا هتحتاج اول ورقة هي شهادة عدم الممانعة، دي بتكون شهادة بتطلع من الحكومة بتاعت بلدك بتثبت ان انت غير متزوج 4 او اعزب، فبالتالي الحكومة بتاعت دولتك ما عندهاش مانع ان انت تتجوز المواطنة الاندونيسية. الشهادة دي بتطلعها منين؟ بالنسبة للمصريين هي بتطلع عن طريق ان انت تطلع قيد فردي او قيد عائلي، مش هيفرق يعني سواء قيد فردي او قيد عائلي، الاتنين بيكون مكتوب فيهم الحالة الاجتماعية اعزب او متزوج. واول ما بتستلم القيد الفردي او العائلي بتروح بتدور على، بيكون في ضابط عقيد او عميد موجود، ده بيكون اعلى رتبة موجود في السجل المدني، بتدخل على الضابط وبتقول له انا عايز اوثق القيد الفردي ده في الخارجية، فبيقوم ماضي، وبعد ما بيمضي بتقوم واخد الورقة وختمها جوه السجل المدني ختم نسر تاني غير ختم النسر الاولاني. يعني انت وشهادة القيد الفردي او القيد العائلي اول ما بتستلمها بيكون عليها ختم نسر، انت بقى بتختمها ختم نسر تاني اللي هو بتاع التوثيق، وبعد ما بتختمها بتقوم طالع على اقرب فرع لمكتب لوزارة الخارجية قسم التوثيق وبتقول لهم انا عايز اوثق دي القيد الفردي ده، بيراجعوه طبعا وبيختموه وانت واقف. يعني عملية برضو مش بتكلف وقت كتير، هي بتخلص يعني انا عملتها في 5 دقايق. بالنسبة للدول العربية هتلاقي برضو اكيد عندك في دولتك هتلاقي في حاجة تثبت ان انت حالتك الاجتماعية ايه، شهادة كشف عيلة معرفش بقى هيكون اسمها ايه، وبرضو توثقها من الخارجية، لان بعد ما بتتوثق من الخارجية اول ما نوصل جاكرتا هنقوم اول خطوة نعملها ان احنا هنقوم طالعين على السفارة ونقول لهم ان احنا عايزين نتجوز وعايزين الورقة بتاعت شهادة عدم الممانعة، شهادة عدم ممانعة في الزواج. بالنسبة للسفارة الموضوع بسيط جدا، انت اول ما بتروح السفارة بتديهم صورة الباسبور بتاعك وبتديهم اصل شهادة القيد الفردي او العائلي، وبتديهم برضو صورة الاي دي او البطاقة الشخصية بتاعت المواطنة الاندونيسية، وبرضو هي بتجيب حاجة زي شهادة العزوبية، دي ورقة تثبت ان هي غير متزوجة حاليا او ارملة او مطلقة، وفي خلال 24 ساعة شهادة عدم الممانعة دي بتطلع، وطبعا بتطلع باللغة الاندونيسية بالبهاسة اندونيسية. اول خطوة في الزواج ان خطيبتك بتروح الاول تقدم على طلب للزواج، ولازم ان بيتحجز ميعاد الجواز قبل ميعاده الفعلي ب10 ايام، ففي خلال 10 ايام دي انتوا بتكونوا خلصتوا ورقكوا وبتكونوا قدمتوا على الزواج. هيكون مطلوب منك شهادة الميلاد، طبعا الورق ده لازم يبقى مترجم، شهادة ميلادك لو في الاب او الام حد منهم متوفي يبقى في شهادة الوفاة موجودة، بطاقة الوالد لان الاسم بيتكتب، يعني بيتكتب اسمك رباعي بيتكتب اسم الولد رباعي، فهم بيحتاجوا بطاقة الوالد كمان صورها، بيحتاجوا شهادة الكلية شهادة التخرج بتاعتك لأن المؤهل برضو بيتكتب، وبيحتاجوا منك صور. طبعا الصور بيكون لها مقاسات خاصة هم بيقصوها، يعني انت بس بعت لهم اللي هي الصور العادية بتاعتنا بس تكون صور حديثة وهم بيقصوها، هم بيتصرفوا وبيعرفوا يقصوها. صورة باسبورك، بيطلبوا صورة باسبورك وبيطلبوا كمان الـ CNI اللي هي شهادة عدم الممانعة. طبعا الأوراق دي كلها بتكون مترجمة، يعني انت بتبعت لها الأوراق دي وهي بتشوف أي مكتب ترجمة وبتترجمها، وبعد كده مكاتب الترجمة هنا بتشتغل أونلاين، يعني انت ممكن هي مش محتاجة ان هي أصلا تروح لمكتب الترجمة، يعني أنا قاعد في جزيرة مادورة والمترجم اللي أنا بترجم عنده في جاكرتا ببعت له على الواتس اي حاجة انا عايز اترجمها، هو بيقوم مترجمها ومرجعها لي على الواتس على طول، وبعدها بيومين او 3 بيبعت لي النسخة الاصلية بالايميل. وهتعمل حسابك ان قبل الزواج بيوم او بيومين هيتعمل معاك مقابلة، المقابلة دي طبعا يعني علشان يتأكدوا ان الزواج صحيح
لان في ناس يعني في عصابات هنا بتبيع عقود جواز، بتدفع مبلغ ويجيبوا اي واحده تمضي على عقد الجواز ويدوا لك اقامه وما بيكونش جواز حقيقي. فهم عايزين يتاكدوا ان هو جواز حقيقي، بيسالوك اسئله من نوعيه انتوا عرفتوا بعض ازاي، حبيتوا بعض امتى، تعرف عنها ايه، هي تعرف عنك ايه، طب اهلك يعرفوها، طب انت تعرف اهلها، طب هل انتوا هتعيشوا في اندونيسيا ولا هتعيشوا بره، طب هل انت هتسيب مراتك. لانه يعني للاسف يعني مع الاسف الشديد ان في بعض الشباب بيجوا على اي قريه فقيره في اندونيسيا، يختاروا اي عيله فقيره، بيغروهم بالفلوس، بيتجوزوا بنت صغيره اسبوعين وبيختفي، او ان هو بيقوم بيطلقها ويرجع بلده تاني. والموضوع ده يعني منتشر في مناطق معينه في اندونيسيا. هم برضو لما بيشوفوك ان انت عربي بيحاولوا ان هم يتاكدوا ان انت جاي تتجوز فعلا، مش ان انت جاي تلعب. الشعب الاندونيسي شعب طيب، واغلب المهور هنا رخيصه، يعني اغلب البنات هنا بيتجوزوا بسجاده صلاه وقران واسدال صلاه، ده بيكون المهر بتاعهم الى جانب مبلغ زهيد من المال. هم مش ماديين زي بعض الدول العربية، بتلاقي ان هم بيغلوا في المهور او بيطلبوا كمية ذهب معينة. لا، هنا مش بيهتموا كتير بحتة الماديات، يعني هم بيفضلوا ان اللي عايز يتجوز يتجوز. وعشان كده بتلاقي برضو ربنا بيبارك لهم، يعني اندونيسيا عندها نسبة طلاق ضعيفة جدا جدا، لان الولد والبنت من وهم صغيرين بيكونوا متربيين على تقديس الحياة الزوجية. طبعا اندونيسيا هنا الحكومة منعة ان الاجانب تتملك اي حاجة، يعني لو حد قال لك انا ممكن انت تشتري بيت او ان انت تشتري حاجة او تتملك حاجة وانت اجنبي، الكلام ده مستحيل ان هو يحصل، الكلام ده غلط. الحكومة منعة ان الاجانب يتملكوا اي ارض او اي بيت. وربما كان السبب ان اللي حصل في سنغافورة، ان سنغافورة كانت بتسمح ان الاجانب بيتملكوا، وكانت النتيجة ان الصينيين احتلوا سنغافورة بان هم جم واشتروا كل الاراضي واشتروا كل الشركات، وبقوا هم اللي متحكمين في اقتصادها حاليا في اندونيسيا. بيحاولوا ان هم يهربوا من النقطة دي عن طريق ان هم عاملين قانون ان الاجانب ما ينفعش يتملكوا. طيب ده ايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ ان حضرتك لما تيجي تتجوز مواطنة اندونيسية، قانون الزواج الاندونيسي بيقول ان الزوج ليه اليد العليا فوق الزوجة، لان الرجال قوامون على النساء. فبالتالي الزوجة الاندونيسية لما تيجي تورث حاجة او تمتلك حاجة وتيجي تبيعها، ما ينفعش ان هي تبيعها من نفسها، لازم الزوج يوافق ان هي تبيع. فعلشان كده لما بيجي الاجنبي يتزوج من اندونيسية، هي بتكون محطوطة ما بين خيارين، يا إما إن هي يوصل معها الأمر إن هيتم معاملتها زي معاملة الأجانب، إن أنت مش هينفع أنت كمان تتملكي أو إن أنت تشتري أي حاجة لأن أنت متزوجة من أجنبي، أو إن هي تعمل مع جوزها عقد أو اتفاق ما قبل الزواج. العقد ده لفصل الذمة المالية، هو عبارة عن يعني ورقتين بيتكتب فيه بس ان انت بتقر ان فلوسها ليها وان فلوسك ليك، وان هي ليها الحق ان هي تبيع وتشتري بارادتها الحرة المنفردة. بيحمي حقوقها، لان زي ما انا شرحت لو هي جت اتجوزت اجنبي وفي قانون موجود ان الزوج والزوجة ذمتهم المالية مشتركة، طب هو اجنبي، طب انت دلوقتي لما تيجي تتملكي بيت او تتملكي ارض، طب ما هو هيبقى شريك فيها، بس هو اجنبي ما ينفعش يبقى شريك. فقالوا لا، احنا لو اي واحده مواطنه اندونيسيه هتيجي تتزوج اجنبي، احنا هنخليها تتعامل معامله الاجانب، هي كمان مش هيبقى ليها حق تشتري، بس لو هتشتري هتشتري حق انتفاع، مش هيبقى حق ملكيه. من الافضل ليك وليها ان انتوا تعملوا برين اب، اتفاق ما قبل الزواج، هي تشوف محامي في اندونيسيا يعمل لها القصة دي، يعمل لها اتفاق ما قبل الزواج ان الذمة المالية بتاعتك وبتاعتها منفصلين، انت ليك حاجتك وهي ليها حاجتها،
وطبعا ده ما بيأثرش على على الميراث، لأن الميراث ده بيبقى قصة تانية. الميراث أنت كأجنبي أنت هتورث فلوس، مش هينفع إن أنت تورث ممتلكات. لو جيت ميراثك كان ممتلكات، الحكومة هتقولك قدامك سنة تبيعهم وهتاخد ميراثك فلوس. فالعقد ده هيكون فيه راحة للطرفين قدام، بحيث إن هي تقدر إن هي تشتري أو إن هي تمتلك أي أرض أو أي بيت براحتها بعد الجواز. زواج الأجانب بيكلف حوالي 600,000 روبيا. لازم برضو تعمل حسابك في المبلغ ده، أو لو لقيت إن المبلغ ده طلب منك بعد الجواز ما تفتكرش إن هم مثلا بيحاولوا ينصبوا أو حاجة. لا، هو فعلا أنا دفعت 600,000 روبيا بعد الجواز وقت توثيق العقد. بعد الجواز بتبدأ بقى الخطوة الجاية، هنشرحها لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، هي إنك تقدم على الكيتاس. الكيتاس اللي هو فيزا لم الشمل في أندونيسيا، وده هيكون أول خطوة في طريقك للإقامة في أندونيسيا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب.